السلام عليكم، هلا والله بالاساطير، كيفكم؟ اليوم عندنا نزل حدث جديد بسيرفر مينا، بدنا نحرق الحدث ونشوف كم راح يكلفنا. معنا 18000 جوهره تقريبا، راح نصرف على الحدث ونشوف كم راح يكلفنا. وليتس جو. حزمه سيف عندنا السكن، خلينا اول شيء نلقي نظره عامه على السكنات. حزمه المنتقم الادبي، الابدي عفوا. عندنا حزمه الجوهر الابدي، حزمة المنتقم والجوار، وعندنا سيف الكاتانة. لا، سيف الكاتانة اسطوري، مبين عليه اسطوري ما شاء الله. وعندنا سكن دراجانوب كمان حلو، فيه 2 مدى، 2 مدى زايد، 1 مخزن زايد. هذا السيف شفناه. وهون في عندنا الحقيبة، حقيبة حلوة نوعا ما، فيها التأثير هذا اشوفه تقريبا، جدا حلو. ويلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نشوف كم راح يكلفونا السكنين. معي 18500 جوهره مثل ما انكم شايفين. راح نبلش صرف ونشوف كم راح يكلفنا السكنين. طبعا راح نجيب كل شيء تقريبا. تمام شباب، لا تدققوا على صوتي كثير، ترى اول تقريبا فيديو بعمله بصوتي، لهيك لا تدققوا. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. هاي نشيل هاي. تمام، هاي اول 10 لفات. اوب 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 اوب. اعطونا يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، شو اعطونا؟ اعطونا السيف من اول 10 لفات، واعطونا الدراجانوف من اول 10 لفات. لا هي اسطوريه والله، هي اسطوريه اسطوريه اسطوريه. بسم الله نكمل حتى نجيب السكنات. تقريبا 2 2. صار معنا 35، ما في شيء، يعني مستحيل يعطونا السكنات باللفات. بدنا نجمع التوكن حتى نقدر نجيبن، شغله معروفه. رجعوا اعطونا السيف والدراجانوب. ما يطلعنا ولا سكن. اوب اوب، اعطونا الحقيبه يا شباب، والله حقيبه اسطوريه اسطوريه. طيب شوفوا التأثير انتوا اللي بطلع. اوه لا لا لا، حلو 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 حلو، عقيبة حلوة. كمل. خالصين هاي تقريبا. ايه راح نجيب السكن الاول يا شباب يا شباب، والله بيستاهلوا 8000 جوهره، انتوا برايكم؟ هذا السكن الاول، هذا السكن الاول. نقدر ناخذ له سكرين بس ثواني. السكرين للسكن الاول، اعطينا فتح مباشر. سكرين للسكن الثاني، طيب بس ناخذ له سكرين. حلو 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 حلو، هذا هو هذا هو هذا 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 هذا. شوفوا شوفوا شوفوا، طليها بالساحة كمان. حلو، خلينا نجرب عليه السكن الأزرق. بوبو على هذا السكن يا شباب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي شباب، يا ويلي يا ويلي. خلينا نفوت تقريبا تدريب نجرب ال Double kill. لا لا يا نوب. شباب السكن جدا اسطوري. تمام، راح نجرب السكن الاحمر واعطيكم رايي انه بيستحق الصرف ولا لا. حتى السيف سيف سيف شباب جاي على السكن، طلعوا والله السيف جاي مع السكن طبق طبق لزق. خلينا نجرب السكن الاحمر. هذا السكن يا ويلي يا ويلي يا شباب، هذا السكن المميز فيه عن السكن الازرق، بيطلع مثل الكريستال قدامه. انتبهوا اذا بتنتبهوا، طلعوا الكريستال طلع حوالي. هنجرب نلعب فيو جيم بالسكواد. هذا الاول داون. يا شباب
بلا وحدي. اساطير وصلنا تقريبا لنهايه مقطعنا. قبل ما ينتهي المقطع تقريبا حاب احكي لكم على السكنات. تقريبا صرفنا 8000 جوهر على السكنين، 8400 جوهره. صراحه السكنات جدا جدا حلوه، مثل ما شفتوا الازرق حلو. صراحه الازرق عجبني اكثر من الاحمر، بس الاحمر فيه تاثيرات اكثر. بس صراحه صرف كثير كثير صرفت عليهم، تقريبا 8000 جوهره حتى اجوني السكنين. قولوا السيف والحقيبه حلوين بس مو مثل السكنات طبعا. يعني الحابب يصرف عليهم اقل من 100 دولار مستحيل يعني يجيب سكن منهم او سكنين. بيضل هو وحظه تقريبا. ولهم بكون وصلنا لنهاية مقطعنا يا اساطير. لا تنسوا الاشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس، اكتبوا لنا بالتعليقات رايكم بالفيديو، وان شاء الله قريبا راح